عالمي متطور، هيئة رشيقة 150 160 أو 200 موظف بتقديري، يستخدمون للعراق الحبيب مئات الملايين بل المليارات من الدولارات. فهي هيئة عصرية حقيقة، وهي هيئة برلمانية مستقلة تابعة إلى مجلس النواب العراقي حسب المادة 103 من الدستور العراقي الجديد. فبالتالي هي حقيقة مستقلة وتعمل بمبدأ عالمي متطور. كان هناك نوع من الانقطاع بين المشغلين في القطاع الخاص والهيئة لأسباب عديدة. مثل ما تعرفين هي أيضا هيئة فتية وجديدة وتتطور بمرور الزمن، ولكن مؤخرا كان هناك إدارة جديدة مليئة بالطاقة، مليئة بمحاولات التطوير. حقيقة علاقتنا بهم جيدة جدا. هناك ضوابط تفرض علينا حسب القانون العراقي، حقيقة حسب الرخصة الموقعة بيناتنا، نحترمها جدا ونتعامل على ضوءها وتحت مظلتها مع الهيئة. الوزارة وزارة حقيقة تحاول جهدها في الوصول إلى بيئة أفضل. تحدثنا عن الهيئة. نعم. طيب نعم. ووزارة الاتصالات. وزارة الاتصالات مثل ما علاقتكم بوزارة الاتصالات؟ حقيقة هي علاقة جيدة، لأنه يجب علينا أن نربط بالخطوط الأرضية وأن نتعاون مع الوزارة وتتعاون مع الوزارة. لكن الوزارة تعرفين وزارة الاتصالات عموما هي وزارة عريقة ووزارة دائما كانت ولا تزال مهمة، ولكن اليوم هي شوية مثقلة ب موروثات القضية الأمنية وإشكالات كثيرة. نتمنى أن نستطيع أن نخدمها بأي شكل. علاقتنا بها تستمر علاقة احترام وتقدير باعتبارهم زملائنا في هذه المهنة والصناعة المهمة في العراق، ونحاول أن دائما نطور من هذه العلاقة قدر الإمكان. طيب أستاذ، قبل قليل ذكرت الخطوط الأرضية، يعني كيف الربط مع الخطوط الأرضية؟ كل مشغل في العراق يفترض به حسب صيغة التعاقد اللي موجودة بيناتنا أن يرتبط مع كل المشغلين الآخرين. فاتصالنا يجب عليها أن ترتبط بزين، حتى إذا جنابكم عندكم تليفون زين وزميل لكم أو جزء من العائلة الأخرى عنده حاجة للاتصال بكم ولكن عنده تليفون اتصالنا، يجب للمواطن، يجب علينا أن نوفر للمواطن هذا الربط البيني. باعتبار وزارة الاتصالات هي المالكة لشركة الاتصالات العراقية الITPC، وشركة الاتصالات العراقية تملك خطوط أرضية. فيجب علينا أن نربط هذا الربط البيني، وهذا ما أسسنا له من أول أيام ارتباطنا بسوق العراق. جميل. طيب، هل تجد أن الحكومة العراقية أعطت مجالا لعمل القطاع الخاص؟ الحكومة العراقية من مثل ما تعلمين من واجبها توفير خدمات، أكيد، وتحاول جاهدة أن تتغلب وتتجاوز كثير من التحديات اللي موضوعة أمامها، منها البيروقراطية الضخمة. فهناك 22 ألف موظف، إذا أتمنى أكون قريب إلى الحقيقة، هذا ما أسمعه طبعا، 22 ألف موظف في هذه الوزارة يديرون المليون خط على سبيل تقدير حقيقة، بينما شركات مثل زين العراق تدير 10 ملايين خط بأقل من 2000 شخص وكلهم عراقيين وكفاءات عراقية مثل زملائهم 22 ألف اللي في وزارة الاتصالات. فهذا يؤسس لصعوبة واستحالة أحيانا في تنفيذ المشاريع، الحجم الهائل من المواطنين التي مسؤول عنهم الوزارة، إضافة إلى البيروقراطية الموروثة والبيروقراطية الحانية. فإحنا دائما نحاول أن نتفهم الوضع الذي هم فيه، ونتمنى منهم أن يتفهموا وضعنا أيضا. فنحن مؤسسة ربحية، وزارة الاتصالات لحد الآن لا يعني موضوع الفواتير لا يزال عالق به. هذا تعرفين يؤثر على صحيح. المشغلين الآخرين اللي هم أساسهم الربحية، يعني أساس وجودهم الربحية. أنا مؤمن أنه سيد الوزير ومستشارة الوزير والقائمين على الوزارة عموما مؤمنين بأهمية دور
الوزارة ومؤمنين بأهمية دورنا أيضا، وألتمس فيهم محاولات جادة لخلق جسور، ونتمنى أن يكون على الأقل هذا. هل هناك شفافية بالتعامل والتعاون ما بين المجالين، مجال الخاص والمجال الحكومي؟ حقيقة هناك حساسية قديمة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في العراق وفي المنطقة عموما، وأخذت بالتغير في المنطقة نتيجة كفاءة القطاع الخاص ونتيجة قدرة القطاع العام على فرض ضوابط على القطاع الخاص. صحيح. والرقابة والآليات الرقابية. نحن نطمح أن نصل إلى هذا التغيير، أو نتخذ، أعتقد إحنا اتخذنا خطوات ملموسة على هذا الأساس كعراقيين، كمجتمع عراقي بمؤسسات الحكومية والتشريعية، ولكن مرة ثانية باعتبارنا طموحين، باعتبارنا نؤمن أن العراقيين يستحقون الأفضل دائما، فرح نكون دائما طموحين باتجاه توقعاتنا من مؤسسات الدولة، وقد أحيانا نقسي عليهم بهذا الطموح نظرا لصعوبة الموقف وتوالي الوزارات المختلفة في وزارة الاتصالات على الأقل. فهناك معوقات كانت موجودة سابقا، أعتقد إحنا نمضي قدما ونبتعد عنها، نبتعد ونقترب إلى الأفضل. فأنا متفائل حقيقة على مستوى العلاقة. طيب، من المعروف أن حصرت خدمة اتصالنا في الإنترنت والوايرلس فقط، طيب هل لديكم رغبة بدخول عالم الموبايلات؟ حقيقة رخصتنا لا تسمح لنا بأن نكون حل نقال، فنحن لسنا بالنقال، نحن مكملين للخطوط الأرضية، فنحن ثابت اللاسلكي. رخصتنا كلفتها أقل بكثير من كلفة النقال، وهذا مبرر لأن في كل مكان في العالم الثابت دائما يكون أرخص على مستوى الخدمة وأقل كلفة أيضا، وحل جيد لقضايا عديدة. النقال إلى خصوصية معينة وإلى عالم الخاص، فنحن لا نتنافس حقيقة، يعني بجوهر الموضوع نحن لسنا بمنافسين لزين ولا أسيسل ولا كورك، بل نحن زملاء ومكملين لهم. فهذا عالم وهذا عالم. طيب، هناك شكاوى حول الصرف الهائل لكلفة اتصالنا، حيث هناك فترة تتراوح 10 دولارات يوميا، ما تعليقك حول هذا؟ لكن بعد هذا الفاصل. اتصالنا يجمعنا الأمل. عدنا أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ومثل ما ذكرت هناك شكاوى حول الصرف الهائل لكلفة اتصالنا، حيث هناك فترة تتراوح إلى 10 دولارات يوميا، فريد نعرف تعليق أستاذ لويل حول هذا الموضوع. أعتقد تتكلمين عن فترة زمنية ماضية. اليوم صحيح. حقيقة الأمر أنه اتصالنا اعتمدت استراتيجية، وأعتقد هذه الحملات حملات المبيعات التي ليس لها مثيل في العراق حقيقة تؤسس لثقافة جديدة، الجهاز المجاني، الإنترنت لشهر كله بسبع دولارات، إنترنت عالي السرعة بأسعار جدا جدا منافسة، تؤسس لثقافة اقتصادية حقيقة جديدة. هذه ثقافة مفادها أنه من غير العدل أن أجي إلى جنابك وأقول لك اشتري جهاز بمئات الدولارات حتى تكتشفي نوعية خدماتنا. أنا من باب أولى أن أجي عليك وأقول لك سيدتي هذا جهاز جربي، إذا كانت الخدمة جيدة فنتشرف بوجودك معنا باستمرار، وإن لا فهو بلاش. فهذا هو المبدأ حقيقة. هل استخدمتم هذا المبدأ؟ نعم، ابتداء ولأسباب فنية ابتدينا من الجنوب، ونحن نمر وخلال اليومين القادمة إن شاء الله نعلن عن يعني نفس هذا الحملة. حديثة. نعم نعم، واللي يعني حقيقة زاد عدد مشتركينا بشكل كبير جدا، والأهم من هذا يعني مقتنعين جدا بالكفاءة وفرحين جدا بنقاوة الصوت وعدم الانقطاع، وترافق مع ذلك إنترنت سريع اللي مثل ما تشوفين الجت نت اللي هو سرعة عالية جدا مثل مثيلاتنا بالدول المحيطة مثل خدمة الدي اس ال. فبالتالي فعلا كانت هناك فترة لفهم السوق وتجاوزناها والحمد لله، واليوم نحن نعيش عالم كليا مختلف. طيب، ذكرتم قبل قليل أنه بدأتم من المحافظات